كمان نادي الزمالك النهارده بيعمل بروتوكول مع الانتاج الحربي في بناء الفرع والاستاد الجديد في خطوه الحقيقه كانت مهمه جدا جدا جدا. اعتقد نادي الزمالك في توقيت صعب ما بين المحافظه على الفريق، ما بين في توفير السيوله الماديه، ما بين ان هو بيسعى للفرع الجديد، ما بينه وما بينه وما بينه وما بينه، مجهود كبير جدا لاداره نادي الزمالك الحاليه، مجهود كبير جدا لمسؤولي نادي الزمالك الحاليين فنيا وكمان في الاداره التنفيذيه، لان فنيا الحقيقه كابتن اشرف قاسم وكابتن عبد الحليم علي وكابتن حسين هو موجود وكابتن ايمن يونس وكل المجموعه اللي موجوده ليها دور كبير جدا جدا جدا. طارق حشيش هو الجندي المجهول داخل نادي الزمالك من وجهه نظري، يعني كل اللي بيشتغل في نادي الزمالك يشيد بطارق حشيش، وانا الحقيقه اشيد بيه بصفه يعني خاصه جدا، كفاءه كبيره جدا، نزاهه كبيره جدا، راجل الحقيقه عمره ما عمل مشاكل، عمره ما اتكلم، عمره ما تجاوز، عمره ما اي حاجه، طول عمره بيخدم الزمالك لاي حد بيشاور او بيناديله على طول هو موجود. مسؤولي نادي الزمالك الحاليين الحقيقه لهم كل التحيه وكل الشكر، يشتغلوا في هدوء جدا، بيشتغلوا الناس في صمت، عايزين يطلعوا بالفرع الجديد، ناس ما عندهاش اي ابعاد انتخابيه ولا اي ازمات ولا اي مشاكل، فقط لا غير احنا جايين في مهمه هننفذها على جميع النواحي، سواء فريق، سواء خدمات داخل النادي، سواء الفرع الجديد، سواء مرتبات، سواء 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 سواء، هنقعد نتكلم في حاجات كتيره جدا 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 مش من السهل ان هي تكون متوفره، ولكن الناس شغالين في ظروف صعبه، الناس شغالين على قدم وساق، الناس الحقيقه بتنجز بشكل كبير جدا جدا، فعشان كده احنا في النهايه بنشكرهم. انا بشكر اي بني ادم في اي مكان او اي مسؤول جاي لمشن معينه او جاي لهدف معين وهيمشي، يعني جاي بيخلص حاجه معينه بيعملها دون الدخول في اي خلافات، دون الدخول في اي تصفيه حسابات، دون الدخول في اي حاجه من هنا او من هنا، فيعني في النهايه بنوجه لمسؤولي الزمالك كل الشكر وبنتمنى لهم يا رب كل التوفيق ويبقى الزمالك كده كيان كبير. ده ما يخص نادي الزمالك، ما يخص الدوري.